سيب حضراتكم الاول مع تقرير امبارح النائب محمد ابو العنين رئيسا لجمعيه المستثمرين بالتزكيه، كان امبارح في طبعا فاز بالتزكيه امبارح واثنين من النواب وجمعيه المستثمرين التابعه للغرفه التجاريه، ونتابع وطبعا هيعمل ايه في الاستثمار، دورهم ايه طبعا بالنسبه في المرحله القادمه، الحاجات اللي مطلوبه كمان في هذا المجال، مجال الاستثمار. نتابع هذا التقرير وبعد ثم فاصل ثم بعد وعقب الفاصل حوار مع الامين العام لجامعه الدول العربيه السيد احمد ابو الغيط. بالإجماع اختار مستثمرو مصر النائب محمد أبو العنين رجل الصناعة رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين، وأكد أبو العنين أنه فخور برئاسة شعبة المستثمرين وانتمائه للاتحاد العام للغرف التجارية، لافتا أن الفترة المقبلة ستشهد وضع الرؤى والخطط التي ستعمل على تشجيع الاستثمار. إن شاء الله الفترة اللي جاية هي فترة حاسمة جدا، فترة مهمة جدا. الشعبة العامة للمستثمرين هي شعبة بتضم كل قطاعات الاستثمار، كل هذه القطاعات اللي موجودة زي ما انتم حضراتكم عارفين قدام الطموحات الموجودة النهاردة وقدام الأمان المعقودة النهاردة على تخطي كل الصعاب اللي موجودة في السوق المصري والسوق العالمي، وحاسين ان احنا قادرين عليها، حاسين ان احنا الأبواب أمامنا كلها مفتوحة وفي سبورت كبير من القيادة السياسية للقطاع الخاص. وكلنا شفنا السيد الرئيس آخر اجتماع الحقيقة لما يعني كان كلماته مأثورة وكان كلماته محددة في تشجيع دور القطاع الخاص وبيخاطب كل مستثمر شريف في مصر على دور الفترة اللي جاية، وحسينا انه الاستثمار النهاردة بدأ يتوج من جديد وبدأ يحس انه في القيادة السياسية بتبارك خطى المستثمرين سواء مصري او عربي او اجنبي، ودي الحقيقة رسالة قوية جدا ومهمة جدا الفترة دي. انا شايف انه الفترة اللي جاية في واجب كبير جدا علينا، واجب على سواء كان على الغرف التجاريه كلها او على الاتحاد كله او على الشعب العام للمستثمرين. انا الحقيقه الفتره اللي فاتت عملت اجتماعات كثيره وكنت بدعو مجموعه من حضراتكم سواء كان مع المجلس الاوروبي او مع البرلمان او مع اجتماعات خاصه معاهم. صحيح ما كانش بكثافه كبيره جدا لان الظروف ما كانتش تسمح بكده. اما النهارده عاوزين يعني نقعد مع بعض على الثانيه وحس ان احنا بنرسم رؤى وامال جديده بطموحات جديده نحصد فيها او نحصر فيها كل مطالب السوق. النهارده انا بس حبيت افتح الموضوعات وحبيت اشكركم، حبيت اشكركم على تزكيه بالاجماع على اعاده انتخابي رئيسا للشعب العام للمستثمرين. شكرا لحضراتكم وكل سنه وانتم طيبين وان شاء الله نشوفكم على خير، وهناخد اجتماع قريب جدا يمكن نقعد مع بعضنا برضو الايام اللي جايه دي عشان برضو نفعل دور الشعب اكثر واكثر. ونتمنى لكم جميعا التوفيق وشكرا مرة تانية على إعادة انتخابي والسلام عليكم ورحمة الله. ودعا محمد أبو العنين هيئة المكتب للاجتماع الأول حيث أعلن تشكيل عدد من اللجان الفرعية، كما أكد أن القيادة السياسية تشجع القطاع الخاص لضخ الاستثمارات المحلية وإقامة مشروعات مشتركة مع نظرائهم الأجانب في السوق المصرية. سيد رئيس الجمهورية بكل ما يملكه أيد دور القطاع الخاص، وأعتقد إحنا كدور قطاع خاص إحنا قمنا بدور مشرف في الماضي ونستطيع إن إحنا نقوم بدور مشرف برضه في المستقبل، وهذا الدور بيتنامى ويتعظم وهام وضروري ولا يمكن الاستغناء عنه، لأنه هذا الدور للقطاع الخاص هو دور حيوي ينطلق في كل ربوع البلاد وفي كل أنواع الاستثمار كله سواء كان صناعي أو زراعي أو خدمي. طموحاتنا أكبر من كده بكتير، وإمكانياتنا أكبر من كده بكتير، والقدرات الكامنة في الاقتصاد القومي يجب أن تتفجر وهي كبيرة جدا جدا جدا. الأرقام اللي بنتكلم عليها في الموازنة العامة للدولة أو الأرقام في رؤى المستقبل ما زالت أرقام لا تعكس القوة الكامنة للاقتصاد الوطني المصري، وأنا أعتقد الفترة الجاية دي في عمليات ومبادرات كبيرة جدا، وإحنا بنحيي كل المبادرات اللي قامت القطاع الخاص سواء كانت من الحكومة أو من البنك المركزي. آمال كثيرة معقودة على الشعبة العامة للمستثمرين في إحداث حراك كبير داخل السوق المصري وحل عدد من المعوقات التي تقف في طريق الاستثمار. الحقيقة ما يميز هذه الشعبة أنها تضم كوكبة
من رجال المال والأعمال والصناعة والفكر من الجيل الذي حقق نجاح، وهذا النجاح تحقق وثبت في المنظومة الصناعية من أولها، العامل وتأهيله وتدريبه والارتقاء به وتوفير الدخل الجيد له ليحيا حياة كريمة هو وأسرته، ثم الآلة والمعدة ونقل التكنولوجيا، ثم الإنتاج الجيد المطابق للمواصفات، ثم العبور بالمنتج المصري من المحلية إلى العالمية ليثبت أقدام هذا المنتج في الخارج ويلاحق التطور الخارجي بتطور مماثل داخلي، فتسعد به الأسواق الداخلية ويقطع الأبواب منافسا في الأسواق الخارجية. فهذه الكوكبة تشكل مجلس قوي قادر على إذكاء الفكر الصناعي والتفاعل مع الحكومة في المطالبات التي تحتاجها قطاعات الاستثمار والتنمية والصناعة وكل مدخلاتها من قوانين وتشريعات وتحديثات. طبعا الهدف الكبير بتاعنا ان احنا نقدر نوصل بحجم استثمارات يساعدنا على وصول لحجم صادرات في فترة من 3 لـ4 سنين لمئة مليار دولار. احنا لحد النهاردة حجم صادراتنا عامل حوالي 30 مليار، وبالتالي ميزان المدفوعات بتاعنا مختل لحد ما، يعني حجم الواردات أكتر من حجم الصادرات. فإن شاء الله نقدر نعدي المرحلة دي. قيادة سياسية مهتمة جدا. من وجهة نظري الاستثمار الصناعي هو مفتاح الصادرات، لأن الاستثمار الصناعي مش محتاج مية، مش محتاج أرض زراعية كبيرة، لكنه كل المحتاجه محتاج تكنولوجيا، محتاج أيدي عاملة، محتاج ماكينات عشان تقدر تطلع منتج بجودة عالية. خطط الاستثمار الجديدة إن شاء الله والتسهيلات والائتمانية، حتى التسهيلات الائتمانية من البنك المركزي ومبادرات البنك المركزي هتشجع الأيام الجاية دي طبعا الاستثمارات في مصر في كل الصناعات، حتى الاستثمارات كنا لسه بنتكلم فيها الصغيرة كمان والصناعات المتوسطة. فإن شاء الله بإذن الله دول المجلس في الأيام اللي جاية ديت في الدورة الـ4 سنين دول إن شاء الله يكون دور بإذن الله مؤثر في الاستثمار في مصر ومؤثر مع المستثمرين وجلب الاستثمارات وسرعة برضه التشريعات والمشاكل اللي بيقابلها المستثمرين في كافة المجالات بقى من صناعة لزراعة لسياحة، على أساس اللي دي عجلة التنمية القادمة يعني واللي لابد من مصر اللي هي متجهة ليها بالقيادة السياسية من ناحية الزراعة والصناعة والسياحة. أحمد بيومي لبرنامج على مسؤوليتي.